يجتمع النجمان باسل الخياط وكارمن بصيبس بأول ثنائية فنية لألون، حيث بجسده قصة اجتماعية رومانسية ضمن مسلسل نظرة حب اللي رح يشارك بموسم رمضان 2024. بتدور أحداث مسلسل نظرة حب بقالب بيجمع بين التشويق والرومانسية، والعمل من تأليف رافي وهبي وأخراج حسام علي ومن إنتاج شركة آيبيلا الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، واللي بتراهن على نجاح المسلسل وتصفه بالوعد. والمسلسل بتعاون مشترك من فنانين سوريين ولبنانيين، ومن المتوقع بدء تصوير بداية شهر ديسمبر المقبل بلبنان وبميزانية ضخمة جدا، وذلك بسبب اختيار أماكن مختلفة للتصوير بعدة مناطق لبنانية. بيتكون العمل من 30 حلقة بتتمحور قصته حول صراع بين باسل خياط وميشيل حوراني للفوز بحب الممثلة كارمن بصيبس، وبيشارك بالبطولة سارة بركة اللي بتجسد شخصية شقيقة باسل الخياط بالعمل وغيرها من النجوم المتميزين. نفت مصادر إعلامية فنية إنه يكون مسلسل نظرة حب معرب أو مقتبس من أي عمل تركي، كما أشارت إلى إنه الكاتب رافي وهبي فكر كتير لاختيار الحبكة الملائمة اللي رح تترك بصمة مميزة على الساحة الفنية. كانت آخر أعمال باسل الخياط على شاشة التلفزيون مسلسل الثمن مع نيكولا معوض ورزان جمال رفيق علي أحمد، أما كارمن فقدمت مؤخرا مسلسل البريئة بمشاركة تقلى شمعون وبديع أبو شقرة ويرقش الهوب، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه بسبب الغموض اللي حملته القصة وبراعة الممثلين بتجسيد الشخصيات.